نعم. خلاف علم الإنسان فإنه علم ناقص مسبوق بجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. هذا هو الأصل، هذا هو الدين. الإنسان أصلاً كان جاهلاً، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، لكنه مع جهله ولد على الفطرة، مع جهله ولد على ماذا؟ ولد على التوحيد. ولد على ماذا؟ ولد على التوحيد. وهذا من الجمال، سبحان الله، يولد المولود على الفطرة. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. وآيل إلى قصور وبعض، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان الله، كان دكتور، كان أستاذ في الجامعة، كان مفكرا، كان كذا، ثم يرجع به العمر إلى الخرف والزهايمر. لما قال ثم فلا يعلم بعد علم شيئا، ليس لأنه كان في فترته السابقة جهل، لا، لكن المرض قد هده ورده طفلا صغيرا. إذن علم الله لا يعتريه نقص ولا يسبقه جهل تبارك وتعالى. نعم.